بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. بنحاول دايما نعلم ولادنا العلم والعمل بإتقان، وإن الاجتهاد والتعب والإصرار نهايته الوصول لبر الأمان، وإن قدوتنا اللي تربينا عليها كانت شخصيات نجحت بعلمها وجهدها زمان. لكن للأسف بعض النماذج اللي بيشوفها أولادنا على السوشيال ميديا لخبطت كل المفاهيم في الأذهان، وبقى حلم الشهرة والمكسب السريع عند كتير من الأبناء ممكن يسبب ليهم عدم اتزان. عشان كده محتاجين كلنا يكون لينا دور في تصحيح المفاهيم السلبية اللي ممكن تأثر على مستقبل أولادنا، وده اللي هنتكلم إن شاء الله عنه النهاردة مع الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور اهلا بيك ومنور. استاذ لميا اهلا بيك. زمان كان كل حد فينا ليه قدوه، وكان دايما الدارج بيبقى الاب، هو النموذج اللي الاولاد نفسهم يطلعوا زي بابا، نفسنا نطلع زي ماما، زي جده، زي عمه، زي خالته، نماذج ممكن تكون مشرفه. النهارده مع الاسف القدوه لاولادنا وللجيل اللي موجود دلوقتي مش اي حد، لا من الاسره ولا من الناس اللي ممكن يبقى ليهم قدر كبير من العلم. ودايما نقول السبب السوشيال. هي هو بصي كلام سعادتك تمام مظبوط، والاجيال زمان ما كانتش القضيه سواء على مستوى الدول او مستوى الموضوع ما كانش اقتصادي اصلا 100% من غير نت ولا غيره، يعني كان الاب او المدرس او الفنان عنده حاجات كتير قوي، يعني الاب الفنان ده قيمه، ممكن يجيب فلوس كويسه طبعا، بس ما كانش الهدف، ما كانش الهدف الاوحد هو الماديات، ما كانش الهدف الاوحد، لكن هو من الاهداف. حتى زمان كان يقول لك الدكتور الخمسه عين دول عياده وعربيه وعروسه وعزبه وحاجات زي كده، كان فيه، لكن برضو القيمه، الراجل المحترم، الست المثال النموذجيه، الفنان اللي هو رمز المجتمع، وهكذا. مع الاتجاه في الناحيه الاقتصاديه الشديد ده بدات الدنيا تختزل في الاقتصاد، يبقى اغنى واحد، اشهر واحد، خصوصا بقى مع ظهور فعلا الميديا والاشكالها المختلفه والانترنت وكده، وبقت واصله لكل الناس. يعني العيال كانت ما فيش قدامه غير، برضه خد بالك ملاميا، ما كانش في قدامه غير باباه، باباه مجموعه ناس محدوده، واحسن واحد فيهم باباه، وشايفه بيتعامل ازاي مع الام، وشايفه، وبرضه كانت الاخلاقيات احسن، ما كانش في نسبه الجرائم والطلاق والبتاع الكتير قوي دلوقتي طبعا. فكان ليه ما يبقاش الاب؟ هو كان فعلا الاب هو اللي جاء، التلفزيون ظهر والفنانين طلعوا وبتاع، بقت صور تعلق على الحيطه بقى، الفنان والفنانه والاشكال، وبدات الدنيا تزيد اكتر، تمانينات اكتر كمان. النهارده الدنيا دخلت في بس برضه حتى الفتره اللي كانوا الاولاد بيعلقوا فيها صور النجوم على على الحيطه والمطرب الفلاني والمطربه الفلانيه، وكان بابا ما كانش الهدف برضه فكره الماده الفلوس. لا ما بقول لك ان انا عايز ابقى زي النجم الفلاني، عايز ابقى زي سعاد حسني، عايز ابقى زي حسين فهمي، هو حابين الشخصيه، حابين الشخصيه لذاتها مش لفلوسها كمان، لكن طبعا لا حبذا. فهي الفكره دلوقتي انه مع لازم، يعني برضو عشان نكون منصفين، انت قدامك الوضع كده، انت زعلانه من العيل ليه برضو؟ يعني عيل شايف قدامه دلوقتي طريقين، واحد منهم بيوصل لكل الحاجات اللي هي العليا في العالم دلوقتي، لا الفلوس والشهره ده، وقصير مش طويل، وحاجه ثانيه بتاخد وقت طويل، وشايف قدامه شاب بابا بيجتهد، هو بيجتهد في الزمن ده، بيحتطب ويجيب مجموعه محدوده من الاموال، ولا ان انا ابقى قاعد اعمل بتكتين كده، او ادرس كورس واجيب بيه اضعاف اللي بيعمله بابا واحل المشاكل. هي مساله برضو عقل، يعني خد بالك. فخلينا نتفق على حاجه لميا، انه اولا نرتب فقه الاولويه، يعني احنا كلنا كل اسرنا بتتفرج على الميديا دي، تمام، اللي عليها البلوجرز، وعليها اللي بيعملوا جيمز ويكسبوا منها، واللي عليها اللي يعني حاجات كتير، في التافه وفي الكويس، والاثنين بيجيبوا فلوس بسرعه. النهارده عصر انترنت، ما انت معلش لميا برضو ما تجيش تقولي لي النهارده انا كدكتور قاعد بتفرج على حاجه اي اي، او استخدمت الاي اي عشان اعمل، الاقي رساله الدكتوراه نزلت لي في 3 دقائق، مش هقول 3 ثواني، 3 دقائق رساله الدكتوراه كامله. فالنهارده احنا كدكاتره برضو عارفين ان الرساله ممكن تتضرب في 3 دقائق، ده ايه اللي ضاع مني؟ النتائج بتاعت الرساله؟ لا، سلوك البحث العلمي، ازاي اعلم الباحث انه يبحث، ده جهد معين وليه فايده شخصيه. النهارده تك خلاص الرساله نزلت. طب يعني وفي ناس للاسف في البحث العلمي دلوقتي بقت تحاول تضحك على الدكاتره في ده، يعني يسلك المسلك الاسهل ويوصل لنفس النتيجه. والجامعات المصريه بدات تفطن ان ده على فكره بالمناسبه، وبدات تحط ده يعني معلش يعني ايه يعني هو رسالة، انت عارفه رساله قد كده دكتوراه، تمام، مقدمه وبحث وحالات، ما بيدرسهاش هو بقى اساسا، ما بيدرسهاش الدكتور كاتب، مش كده هو بيختار، انا بقول انا عايز اربط ما بين كذا وكذا، تنزل جربيها كده لما هتلاقي نزل لك، لا جربها ليه، ماليش دعوه، يعمل لك عنوان خلاص، عنوان انت العنوان ده مشكله عشان تعملي عنوان للدراسه، هو بيعمل لك عنوان الدراسه ومقدمه الدراسه وادوات الدراسه وكل حاجه، ايوه بيعمل لي كل حاجه ويجيب لي الشهاده على الجاي كل حاجه. ولذلك خدي بالك برضه النهارده العيال قاعده بتتفرج على وظائف بدات تزول،
يعني زمان كان في برنامج بشوفه في التلفزيون ساعات، مش عارف اهالينا ولا حاجات زي كده، بيدوروا على الوظائف اللي بدات تندثر. طب ما بتندثر ليه؟ لانه طلع بدائل ارخص واسهل وبتكه. فطبعا ما تقوليش العيل، السؤال بقى العيل اللي بيبص هنا ده عيل غبي ولا ذكي؟ يعني هل الذكي اللي يرجع ليحافظ على تراثنا ويستمر فيه ويجيب بضع دراهم؟ ولا انا مش بتكلم، بس بتكلم انا بفكر بعقل الطفل، بعقل الطفل. لما هو الطفل بتاع دلوقتي مش هيبقى فاهم اساسا يعني ايه تراثنا، لو احنا الا لو في اسره. ايوه، الا لو انت، ما هو كلنا بنتفرج على الميديا، بس عندك اسره عندها الدين مهم قوي ومصر مهمه، وفي فيها اساس، وفي اسره تانية لا الموضوع فعلا هم كلهم مشغولين في الماده، وفي اسره وسطيه خلاص، فالثلاثه بيتفرجوا والثلاثه بتاثر. انت لو قاعد زي ما لمي بتقول، لو انت قاعد وباباك ومامتك كيرنج على حته ثانيه، نقعد ناكل مع بعض، لازم تنطط الدنيا هناكل مع بعض، بابا نحترم ماما، ما ينفعش ايه حد يرد على لا كده، في رولز محطوطه، ما الحياه مش كده بالظبط، في خلفيه دينيه. فدول وهم بيتفرجوا على نفس الحاجه اللي بيتفرج عليها طفل تاني زميلي في المدرسه، تاثرهم بيختلف عنه. ولذلك اخر كلمه اقولها، انا شكلك انت في حاجه عايزه تقوليها، انه عملت دراسة صغيرة على العيال اللي بيجونا في العيادات وبتاع في الفترة الأخيرة، لقيت طبعا نسب في تغير أحلامهم كشغلانة في المستقبل. بدأ يظهر البلوجر والإنفلونسر والجيمر واليوتيوبر وكل ده بقى يظهر. كان زمان لما تسأل أي طفل نفسك تطلع إيه يقولك دكتور أو مهندس. ما هو بصي لسه ما يعني لسه موجود. لسه موجود بس بنسبة بسيطة جدا. لا أنا عايز أضحكك في حاجة، فولد أخو ولد تاني بقول له أنت عايز تطلع إيه وأنت كمان عايز تطلع إيه؟ فقال لي CIK. قلت له حلو تمام، انا انت عارف يعني ايه سي اتش؟ قلت له مش عارف بس بس تمام. قال لي سيرتيفايد انترنت هاكر. فقلت له طب ليه يا ابني كده؟ يعني يسرق المواقع ويعمل بتاع. فقال لي هو بيوصل لي ايه؟ ان انتوا ما بتفهموش اللي احنا بنفهمه. فاحنا في سباق، وحتى الاباء اللي موجودين والابناء مهددين اذا ما جريوش يشوفوا هيعملوا ايه، هتندثر وظائفهم اصلا، وهيندثر لقمه عيشهم، وهيفقروا. للاسف ان احد رجال الاعمال يعني قال كلمه هي انا مش شايف انها صح 100%، كنت شايف له فيديو كده بيقول يعني اللي مش هيعرف الاي اي بعد كده هيروح في داهيه. اللفظ ده انا شفته. هي مش قوي كده برضو يعني، بس الفكره المعنى ان احنا لازم النهارده في حاجتين الاهم يا لميا في اولادنا، حاجتين لازم نعلمهم واحنا نفسنا نحاول نطور نفسنا كل على حسب وضعه. التطور مطلوب، التطور مطلوب، الجديد مطلوب، بس النقطه الثانيه ايه؟ الفكره، فكره استخدامنا ليه، احنا بنستخدمه ازاي. قيمك الحلال والحرام اللي انت قلتيها في الاول. يعني انا هشوف حاجات، هل حلال ان انا اسرق اكونت بتاع حد؟ هل حلال ان انا بكلمه ابعتها رساله يقوم يجي لي مليون جنيه مثلا؟ انت ده نسال فيها، انت ساعاتك بيجي لك هنا رجال الدين نسال. يعني انا اللي عايز اقوله للولاد وللامهات، ندور اللي احنا الحل والحرام، لكن ان انا اتطور، ان انا النهارده تقولي لي اعمل حاجه واجهد نفسي واتعب اخد 5 جنيه ولا ادوس بالراي اخد 50 جنيه طالما حلال، لا انا اعمل طبعا دي. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا عرض عليهم امر اختار ايسرهما ما لم يكن اثم او حرام، مش كده؟ طيب بس لما يبقى مش حرام بقى، ما هي مش حرام، في حاجات مش حرام. ناخد مدام هناء. مدام هناء اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيد ان انا بتواصل مع حضرتك. اهلا وسهلا بيك. انا مش هطول على حضرتك، بس محتاجه اسال دكتور حاجه، هم سؤالين بعد كده. اتفضلي. السؤال الاولاني يا دكتور، هو لحد امتى تتعامل مع ابنك اليتيم عندك او بنتك اليتيمه كم سنه؟ يعني ربنا ام اليتيمه فلا تقهر. طب ما يكون عندي ابن او بنت يتيمة وخلاص، لحد امتى ابتدي يعني اقول بقى لا خلاص ده مش يتيم؟ هم عندهم قد ايه دلوقتي؟ 35. كم؟ 35. يعني الولد والبنت الاثنين توينز و35. وباباهم متوفى كانوا قد ايه؟ كان عندهم سنه. تمام. سنه وشهر بالظبط. تمام. اتفضلي. كان وتوفى وهم عندهم الاثنين سنه وانا عشت حياتي عشان. تمام. فهم دلوقتي 35 سنه والاثنين وزو والاثنين انا عملت رسالتي معاهم كما يجب ان يكون واكثر. في اخطاء بتشوفيها فلازم يعني تراجعيها من باب المنطق مش من باب التحيز. يعني انا شايفه ان في حاجات بتحصل مش يعني هتضرهم في يوم من الايام. تمام. طب اما اللي مش عايزه تزعليه، طب لحد امتى هتعامل معاهم على انهم يتامى فاما التيمه فلا تقهر؟ ده سؤال. تمام. سؤال ثاني، لما يبقى ابنك او بنتك 35 سنه يقول لك انا كبرت انت جاي تكلميني في ايه؟ انت جاي تكلميني ايه؟ في ايه؟ انت لسه هتعلميني بعد ما بقى عندي 35 سنه وانا اتجوزت عندي بنت؟ طب في حاجه يعني انا في حاجه غلط تعملي حاجه غلط، هي مش غلط مش حرام، لكن في تجاوزات يعني مش لطيفه يعني.
انت من باب انك تنصحي. هم طول عمرهم بيرفضوا النصيحه ولا الكلام ده من دلوقتي؟ لا جيل غير يعني في اوقات في وقت معين لحد ما قبل ما يتجوزوا كان الموضوع انت بالنسبه لهم القدوه. طب ما تكون بيوتهم بقى وسيهم وخلاص ورسالتك انتهت وقديكي لعبيكي واكتر واكتر. هل حضرتك كنت طول عمرك من خوفك عليهم وقلقك عليهم بتتحكمي فيهم زياده؟ يعني هم حاسين انك بتتحكمي فيهم خالص؟ كان عندي مبدا ان انتوا هتبقوا وحدك ما لكمش غير بعض، فانا مش هقدر اخليكم تعتمدوا عليا، اعتمدوا على نفسكم عشان يبقى لكم شخصيه مستقله. فانا دايما مؤمنه بديمقراطيه الاداره او بحب شخصهم هم معتمدين، مش عايزاهم شخص اعتمد. بس انا عندي مشكله ان بنتي لما اتجوزت كانت شخص اعتمد جدا جدا على جوزها، لأنه هو بالنسبة لها أبوها وجوزها وأخوها وصاحبها وهو ربنا يكرمه، لكن هي بقت شخص اعتمادي عليه. الولد بقى في أحيانا بيتجاوز حاجات مش لطيفة، يعني ممكن خليه يتريق ومراته قاعدة عليها يكلمها كلمة تجرحها وما يبقاش في دماغه إن في شغالة واقفة إن ما ينفعش. وهو بيتريق على أخته؟ على مراته. على مراته. أنت هنا مختارة، أنا هنا مختارة. أتعامل معاك انكم يوتما لحد كام سنه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، ايه حدودي انا لحد امتى لما الاقيكم انتوا الاثنين 35 سنه جايين بتقولوا لي تنزلنا خلاص جاي تعدلي على ايه؟ انت بتناقشينا في ايه؟ يعني انا ببقى خلاص دوري انتهى، المفروض اروح اموت بقى. على فكره مفيش بيننا هذا الشر علي. حاضر حاضر تبين يا مدام هناء. انا حاسس يا انه طبعا مدام هناء محبطه، لغه لهجه نبره الاحباط واضحه بعد التعب وبعد الجهد وبعد يعني تخصيص العمر كله وحرمان نفسها، فهي متفاجئه بالردود ومتفاجئه بالاتيتيود ومتفاجئه بالافكار الغريبه دي. بس عايزين نتفق على حاجه الاول، خلينا نعلي قول مشهور الرسول عليه الصلاه والسلام لا اختلاف فيه، انه بعد ال 21 سنه اللي هي 7 و7 و7 اترك حبله على غريبه، بمعنى انا بنتي بنحلك من مسؤوليه التصرفات الرسميه قدام المجتمع، وانت تعبتي وعلى فكره نيتك الحلوه وتعبك ده هتجني ثماره وربنا يا هيبارك يا هيلطف في اللي يحصل يعني، لكن لان انت عملتي خير. لكن الفكره انه لا فعلا السؤال بتقول لك انا لحد امتى اعتبر مسؤول عن التوجيه؟ لا 35 سنه توجهي، هم المفروض يكون ردهم احسن من كده. يعني لو هو مثلا بيكلم مراته بطريقه مش كويسه قدام الناس، هي من واجبها ودورها انها على جنب كده بينها وبينه تقول له ما يصحش. ممكن بس ده ما فيهوش حاجه مش كويسه. ماشي لو يعني انت مكلفه، لما قلنا يعني لاعبه وادبه وصاحبه 7 و7 و7 ثم اترك حبله على الغريب، ودي نصيحه انا شايفها ظريفه جدا. بعد 21 سنه انت ليك النصيحه، ليك النصيحه زي ما حضرتك قلتي، والنصيحه في يعني مقامين، في مقام قدام الناس مش مظبوط نصيحه على الملأ فظيعه، وفي مقام على جنب كده زي ما انت قلتي بشياكه جرحتها بصلك بصه. ما هي الزوجه لما يحصل موقف بينها وبين الزوج مش كويس هتروح اكيد لمامته هتقول لها تمام. ابنك عمل فيها كذا كذا إيه؟ او العكس يعني. هو وهل ده حصل؟ ما سمعتوش هنا يعني؟ لا هي ما قالتش ما حصل. بس فانا اللي هنا هي اصبحت يعني مراتك جابت هي اللي وجهت لي الكلام، فلازم ارد. وهو الحقيقه من غير ما حد يرد يعني، لما يكون ابويا لما كنا وصلت ال 60 سنه وامي بتواجهني ما اقولهاش انت مالكيش يعني، هي حزينه عشان طريقه الرد كمان. طريقه الرد انت هتعملي علينا مش عارف ايه، ايه الكلام ده؟ هو ده اللي بعد 35 سنه وحرمت نفسي من حاجات يطلع ده الرد منك؟ فطبعا ضمن يعني انا مش عايز اظلم الجيل ده، بس في حاجه غلط في يعني. طبعا لما الاب توفى يمكن انت حنانك الزائد عاطفتك الزائده برضو، بس خلينا نتفق على حاجه برضو، هو مش معقوله لم عند السن 35 يعني. هو المفروض احنا نقول لها حضرتك وكلام من، بس خد بالك برضو انه ساعات بقى في حاله صداقه يعني، يا ماما انت رايك كذا مش عارف ايه، لكن لا اشتم ولا لا طبعا لا طبعا يعني. فهي الفكره انه لحد سن كام؟ لحد سن 21، وبرضو مع تغير الاسلوب في ال 21 سنه دول يعني مش كلهم افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل دي من 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 7 ل 14 بطريقه شيك اللي هو الاساس اللي بنحط فيها الاساس. لكن قبلها عايزه يعمل حاجه ده اعمل له لعبه كده، قول له قصه فيفهم من بعد 14 لحد 21 بالصداقه والصحوبيه، لا مفيش طريقه غير كده، دي المراهقه. بعد كده خلاص انت المفروض وصلت اصبحت يافع وفرد كذا، فممكن اقول انا رايي لو تاخد تحب رايي اعمل كذا. والمفروض الشخص الذكي اللي مامته ربته 21 سنه وهي وفضل وكبر لها وعملها وصل للمستوى اللي وصل له، يعرف ان هي عمرها ما كانت عايزه حاجه غير مصلحته. يبقى يسمع رايها، هو ومش بعيد ياخد بيه كمان. هو اللي بيخلي فيه ردود افعال ممكن تكون عنيفه طبعا. وده طبعا غير مقبول. ناخد ام زياد. ايوه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أقول لحضرتك إن أنا عندي ولد في عمره في سنة 5 ابتدائي، بس هو صوته هو يعني تشوفيه كشخصية مش باين عليه إن هو عصبي كده، لأن هو لما بيتكلم مع الناس بره ما بيبقاش عصبي، بس مع أخواته ومعايا أنا عصبي، بس مش بالأسلوب مش بالألفاظ، عصبي في طريقة صوته. ماشي، بس في نفس الوقت لما بكلمه باحترامه وبكلمه بطريقة كويسة يقعد يقول أنا بحبك، أنا أنت حبيبتي، أنت كل الدنيا، بيقعد يكتب لي جوابات كل شويه ويجي لي ان هي فيها كلام جميل وان انا احسن واحده في الدنيا وان انا كلامي ده كتير وبيشكر فيها في الجواب مثلا في حاجات كتير قوي، بس احنا وربنا يخليكي ليا وكده، لكن لما بنفعل عليه هو ما بيتقبلش ابدا، يقعد يقول لي ما تزعقليش كده، انت ما تزعقليش. هو الصوت العالي بيخده، هو بيتضايق من الصوت العالي، يقول لي طب كلميني بالراحه، طب ما تعلي صوتك كده، يقعد يعمل لي كده. فانا اخواته قد ايه؟ طبعا يعني اخواته قد ايه؟ يعني كبار شويه عنه. هو اصغر واحد؟ ايوه. فانا طبعا اخواته كنت يعني كنت العصبيه دي هم مسكتاهم، ان هم يعني بيتعاملوا معايا ان هم بيهدؤوا كل حاجه، يعني هم اشقياء برضو كده بالظروف اللي هم فيها، لكن كانوا يعني ما بيردوش عليا، بس بداوا يردوا عليا لما بقيت انا اسكت للولد، وفي نفس الوقت يعني لما لقوني ما فيش رد فعل او برد عليه فعل من غير ايه حنين عليه شويه عن التنين. هم فرق بينهم وبين بعض قد ايه في السن؟ يعني حوالي 4 سنين او 5 سنين، 4 سنين. بس في نفس الوقت يعني انت تقصدي ان انت ممكن تكوني عنيفه معاهم شويه، لكن مع الولد ما بتقدريش تبقي زي ما عنيفه برضو، بس مش عايزه اكرر نفس الغلطه اللي عملتها اللي عملتيها معاهم. ايوه، مش لان لقيت شخصيتهم مكسوره، ولقيت ان هم جبنة شويه، ولقيت ان هم ما عندهمش رد فعل ان هم يجيبوا حقهم. طب هو باباهم فين؟ لا مش عارف. تمام. طيب سؤال حضرتك ايه؟ طيب السؤال ان انا كل ما باجي انفعل عليه او اعمل حاجه اقول هو بيمشي على سكه، هو بيبقى طالع لدرس طالع لمدرسه، ببقى خايفه ان هو يحصل له حاجه ارجع اني بنفسي وانا في تأنيب الضمير ده، وابقى صعبه جدا وممكن ما سامحش نفسي ابدا مدى حياته وعيشه في حاله صعبه جدا، فببقى خايفه مثلا ده يحصل له حاجه اقعد اني بنفسي ان انا كنت شخصه فيه او مزعقه ومش عارفه اتصرف. طيب حاضر السؤال. حاضر تبين يا مدير. السؤال ما فهمتوش. هي عندها ولد في 5 ابتدائي. فهو واضح ان الولد حساس والصوت العالي بيخضه. بيخضه. فهو لما هي بتتكلم معاه بصوت عالي هو بيتخض، فبيفضل يقولها ما تزعقليش. فهي هو كمان مستعطفة بانه بيفضل يكتب لها جوابات كتير. يقولها لو زعلها مثلا ما تزعليش مني، انا بحبك قوي، انا مش غيرك في الدنيا، انت احسن ام في الدنيا. تمام. حاجات كده. فاكيد ولادنا مش زي بعضهم. واكيد بالضبط. التعامل مع الاولاد مثلا غير التعامل مع البنات، كل شخصية بتفرض علينا طريقة التعامل معها. بصي انت فاكرة لميا برضو في حاجة كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال شاف واحد بيقول انا عايز اجيب جنينة ليا والابني ده ومش هدي، قال له فبالغرق يعني قال بعضكم ليه طريقة الحن من البعض الاخر، يقول له طريقة كده اللي زي اللي بيبعت جوابات، وعندي مثال ده، وبيعتوا هارت ويرسموا فنانين مش عندهم شعر، زي ما انت قلتي صعبة ايدي مش زي بعضها، من نفس الدراع صوابع ايدي مختلفه، وربنا عامل كده ليه؟ عشان يوصل لك رساله. في واحد يبقى طريقته التعبيريه حلو، واحد طريقته العمليه حلو، واحد طريقته الادائيه احلى، لكن ما عندوش التعبيريه دي. انت عليك انك انت تساوي بينهم وتعدل معاهم. وهي قالت حاجه، قالت انا الكبار خلاص بقى عايز يعني اتجنب الغلطه الاولانيه بعد ما تقريبا كسرتهم، ما بقوش يعرفوا ياخدوا حقهم، كانت بتزعق جبنة. عندها بعض الضغوط في حياتها، هم قالوا لي دلوقتي عندها ضغوط في حياتها، فممكن تخليها احنا عايزين عندها يعني خلقها ضيق شويه. بس يعني الولد مش غلطان، الصغير مش غلطان في خالص. ان هو يقول حقي وانا ما حدش، وده الصباع اللي هو يعني رفع صوته وقال لا انا ارفض هذا الاسلوب، هما سكتوا بتوع الاجيال اللي قبل كده يعني. ففي كل الاحوال احنا مش عايزين اسلوب ازاي اصلا يعني. انا لومي مهما حضرتك كنتي مضغوطه وانا مقدر ده، بس ربنا كلفك بيهم يعني، كل انسان ميسر لما خلق له. فاولادها انا لو خدتهم اربيهم يا لميا، انا لو جالي سكر او تعصبت ما تلومنيش، لانه مش انا مش ميسر ليكم، لكن انت ميسره الاربعه ولا الخمسه اللي عندك دول، فانت لا تزعقي ولا تهددي، ما يبقاش الاسلوب العام، لكن وارد في موقف ازعق مره وارجع اعتذر لما اهدى، معلش انا اصلا كنت يعني مشدوده وكنت مضغوطه وانت عارف بابا مسافر ومش عارف ايه حاجات كده. التبرير ده بيريح الطفل جدا خلاص. هي المشكله يعني الكويس التبرير، يعني ممكن الطفل يقول ما تزعقيش كويس وانا فعلا انطلقت في زيق في مره، لكن جهت اعتذرت، يتعلم ان ماما، لكن ان على طول يبقى زي
ومفيش اعتذار ده اللي غلط طبعا. هي انسانه وهو ودول ابنائنا, فاحنا مش عايزين كرامتهم يعني, عايزين يعتزوا بكرامتهم. مش طول النهار ماشي يعتذر برضو لا بس انا بعلمه سلوك الاعتذار لو انا كنت غلطان. وبعدين الامهات اللي طول النهار ده هتزعق دي زي ما شافت النتائج اللي دول اتكسروا واتعملوا بيوصل لهم مسج ان انا مش بحبكم لكن انت حاولي تصلحي معاهم لان لسه هو الفرق بينهم وبين بعض كتير. 4 سنين يعني مش كبار برضو. وتجنبي لم يفكره الايه بتاعت يعني لا يوسف احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. اوعي تحسسيهم ان هو مفضل عنه, بتفرقي بينهم, هتزرع الحقد بينهم. فالفكره يعني انا متاثر باللي هي بتقوله ونبرتها. النهارده الناس كلهم تحس ان هم منفعلين وبيتكلموا مضغوطين, لكن لا يجرمنك شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى يعني. في حاجه اعدلي بين اول حاجه الاولاد, واول حاجه في العدل ده الطريقه الاسلوب. وعودي تكلمي مع أولادك وقولي لهم إن أنتوا كلكم بالنسبة لي زي بعض عشان ما يحصلش بينهم وبين أخوهم الصغير بعض مؤاخاة بالظبط يعني بالظبط عشان ما يكرهوش بعض. طيب ناخد مدام ندى. مدام ندى اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. أمي ازي حضرتك جدا, يا ست كبيرة على فكرة, بحب حضرتك جدا يعني. سلمي لي عليها قوي. الله يبارك فيك وبيبارك على طول على فكرة, هي بتنزل على طول وعلى طول قاعدة قدام حضرتك. حبيبتي ربنا يخليها يا رب. الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك دلوقتي أنا أولا متجوزة صغيرة جدا, عندي مشكلة أنا أهلي يعني صعيدة وكده, فهو مجوزني يعني 16 سنة. فأنا دلوقتي أم 4 أولاد وعندي بنتي الكبيرة يعني بتعامل معاها صاحبتي, وإن احنا أي سر بنتكلم معاها وأي حاجة بنسألهم بنتكلم مع بعض. هي عندها تنمر زيادة عن اللزوم, صوتها عالي, بتتعامل معايا ومع باباها. معرفش ده صح إن أنا أخدتها كصاحبة ولا لأ, بس بتتعامل إن احنا اللي بتهزر زيادة عن اللزوم, ممكن صوتها بيعلى علينا. أنا اتكلمت معاها إن ده عيب وده ما يصحش. هي دي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. يعني عندها 15 سنة. 15 13 هي تقول عادية 13 سنة. هي كل صحابها اللي حواليها بيتعاملوا كده, بيتعاملوا بيزعقوا وصوتهم عالي أو بيهزروا بيضحكوا. فانا اتكلمت, انا اصلا المفروض جوزي عرباوي. المفروض ايه؟ جوزي عرباوي. تمام. فانا اتكلمت معاها ان هو اهله وناسه وهو طبيعته مش بيحب كده, ودايما بيحطني انا اللي في الوش, انا اللي غلطانه, انت مش عارفه تربيها وانت مش عارفه تعملي العيال وانت مش عارفه تعملي معاها. لا هو انت ما تقوليش انه بابا مش بيحب كده, هو انت تقولي انه اساسا ده اسلوب مرفوض مع الاب والام, ان ما ينفعش تكلمي بابا بالطريقه دي, ما ينفعش تكلمي ماما بالطريقه دي. انا مش بابا ما بيحبش كده. هي بتقول عرباوي؟ عرباوي. تمام اتفضلي. انا قلت كده وقعدت اتكلمت معاها كتير يعني, حتى عملت لها تشبيهات كتير ما بين عيال اخواتي, ما بين اصحابها مثلا كويسين, مش ما بين مجموعه كتيره من جيراننا وبتاع, بس هي مش مستنعه. وعندي اختها الاصغر منها دي سنه رابعه عكسها تماما يعني, حتى صوتها واطي ما بتتعاملش خالص معاها بالطريقه دي, ولا معايا ولا مع باباها خالص بالطريقه دي. طب انت بقى بتقولي لها بصي اختك اختك بتعمل ايه؟ يعني انا بتعامل معاها مالك هتسيبي كذا, ايه في فرق ان الصغيره تسمع الكلام كبيرة؟ لا طب ما تعمليش كده عشان هتعملي مشكلة كبيرة جدا بينهم وبين بعض, والكبيرة هتزيد على فكرة يعني, مش هتبطل, هي هتزيد. تعامل بالفعل, انا خايفة انها تتعامل انها تتبطل. انها ايه؟ ان هي تكرهها, خايفه ان هي الموضوع غير ان هي تكرهها. طيب ما هو انت اللي عامله كده, ما تعمليش ده خالص. وهي الاصغر ما عندها كام سنه؟ الصغيره اللي في سنه رابعه في كام, عندها كام سنه؟ الصغيره قد ايه؟ 10 سنين. 10 الثانيه 13 بينهم وبين بعض 3 سنين. طيب حاضر. تابعينا يا مدام ندى. هو بالاضافه اللي قلتيها استاذ رامي عايز اقول بس نقطه, انا ليه سالت عن السنه الدراسيه؟ في مصر طفل عند سن 10 سنين بيبقى في سنه رابعه, زي ما بنتها موجود يبقى في سنه 5 عندك 11, يبقى في سنه 6 عندك 12, في اولى اعدادي عندك 13. ساعات بعض الاطفال بالذات في نقص تركيز بيبقى 13 في اولى اعدادي, دي كتير, ضغط اكاديمي, فبتبقى مضغوطه يعني. انا بحاول اشوف عذر اللي بيحصل يعني. لكن ايا كان زي ما انت قلتي ولسه قايلين, صوابع ايدينا مش زي بعضها, ومش عايزين نزرع بايدينا حقد ما بين الاولاد وبعضيهم بنظره بكلمه. طبعا موضوع المقارنه ده موضوع فادح يعني, كبيره من الكبائر عند الاباء يعني. عارف الاباء لهم كبائر كده, لو انت زعقت بمامتك دي كبيره, ولو انت قارنت دي كبيره يعني. اذا اردت ان تقتل ابنك قارنه بطفل تاني, اردت ان تقتله شر قتله يا ريت التاني يكون اخوه, اردت ان تفتك به تماما يا ريت اخوه يكون اصغر منه. محدش يقارن استاذ جامعه بنايب ويقول له شوف النايب بيعمل ايه.
استاذ الجامعه ده هيمشي يطفش منه. فما بالك الاطفال لو زرعت الحقد بينهم. زائد بقى ما اعرفش في النص قالت انا زوجي عرباوي. فعرباوي دي يعني ايه؟ لا ارمي مين اللي قال؟ طب كتير جدا يعني عرباوي ده معناه ملوش في التربيه خالص. لا لا في ناس حنينه جدا في كل اقاليمنا في مصر يعني. فكون يعني لازم هنا. وبعدين هو رام بتقول يعني هو رام عليها قال يعني انت بقى ما عرفتيش تربيه. ما هي التربيه انتوا الاثنين مش هي بس. هي بتقول كده علشان هي خاطر مضغوطه برضو. هي مضغوطه رامي عليها لامية. هو رامي عليها. هي ما قالتش كده. ما هي بتقول دلوقتي بس هي بتقول هو عرباوي فانا قلت لها ان هو ما بيحبش كده. وقال لها انت مقصره. قال لها قال لمراته انت مقصره في التربيه. قالت ما عرفتيش تربيه. يعني ايه ما عرفتيش تربيه؟ وانت ما عرفتش تربيه. احنا الاثنين شركاء في ده يعني. كل واحد فينا اتفقنا بيبقى ليه حته. فكون ان انت ما علمتهمش احترام الام يبقى انت عندك مشكله. طب. يعني لما الام حد بيقل ادبه عليها انا اللي برد مش الام اللي هترد. ده احنا مش قاعدين في خناقه برد على بعضينا. لا هنا الاب يقول لي انت ازاي تتكلم وانت كده دي كبيره خش اقعد في الاوضه مفيش النهارده كذا. لازم يبقى في عقاب. انت تحترم لان النهارده هي بتزعق فيكوا وانتوا بينكوا وبين بعض هتزعق فيكوا قدام الناس بعد كده والموضوع هيزيد اكتر من كده لانه ما كانش في اي رد فعل بالزبط. ممكن يفرملها. يعني كون الانسان يردك عن اللي انت يعني اشمعنى الطفله الثانيه بتبص تقول لما هي بتقول انت قاعده ساكته وبتسمعي انا ما اجي ارد ممكن حد يقول لي انت دي قله ادب مثلا. فالبنت الثانيه بدات دايما ساعات بيخلي بعض اولادنا يتبغددوا على الباقيين. هي قالت يتنمر بين الاباء والاولاد. حدودها ايه؟ لانه في بعض الناس فاهمين ان الصحوبيه ان احنا نبقى اصحاب بقى مفيش ماما ومفيش الكلام ده. لا طبعا لا هي فيها ذكاء. يعني هو الصحوبيه ما بين الاب ذكاء الاب وذكاء الام. انه انا تقول لي اسرار انا جدع اكتمها وما اقولش لبابا. ممكن على فكره اقول بس يعني ايه احس لو حاجه كبيره. لكن الفكره ان انا فعلا جدع بنقعد انا ممكن اقول لك عينه من مشاكل انا كمان يبقى دي صحوبيه. عينه من مشاكل مش كل مشاكل. ممكن ان احنا اسمع منك كلمه. خد بالك في 13 14 15 ودخلت فتره المراهقه ونوسع هامش التسامح شويه في لما تقول لي انت او يا عم انت ما بتعرفش تعمل مش عارف ايه انا ما فيش مشكله هنتقبل لان ده لازم هيحصل. لكن في لفظ زي ما الطفله كانت عندي امبارح يعني هي الام والجده جم وقالوا لي باهالينا باللي جابونا بتشتم وبنوتها لما دخلت هي الاي دي اتش دي في الاطفال دخلت البنت بريئه جدا بس هي مستعجله قوي حتى بتقول لي طب وانت عايز ايه وراحت حاطه ايدها على ايد الام والجده حاطه راسها على راسهم كده قالت لي انت بقى عايز تسالني في ايه طفوليه جدا. هي ما تقصدش قله الادب. عايزين نميز ما بين قله الادب المقصوده وما بين قله الادب او الاندفاع غير المقصود اللي ساعات بيبقى التدخل الدوائي بيفرملك عشان تعرف ترد كويس. فده مش ذنب. عامل زي التبول لا ارادي. كلام لا ارادي احاسبك على لا ارادي ازاي اذا كان اصله بيولوجي لازم اديك حاجه فتتظبط. فدي عايزه فحص برضه. ربنا يهديها لها يا رب. امين يا رب. نورتني يا دكتور. بشكر حضرتك واشوفك على خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على